رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أنت أنا دعاء بلابين كلمة أنا سلها علماء هو يقدر يدونها وأنا سلها هو يرجعني لكن سيدا وما عبرين أيان شعلها إن أنا أرتو فرنتها حفظني مكا أهل القرآن كا أن فر فرنت دي واحد وهي تهكين وانو سرية هم العالية لأن يرتا برنامج كم ودي أنا قا يجو إمسكر لغيني على متان يجوي مادين تبي نوح المشروع أنا نفلينا إن يرك هذي بقى أما مقطع يرنوطو بس أنا كور برنوح عن شعره مركان قيرادو يعني أركينا وحدو بما دي قد يسان تي لكن تدك بانو بيسيني نبي يقول هذا مركان ساسا ما خرطو بي شان السوء ما هي انت عبر انت علماء دو عبر تبا أنا عبر تاه لكن كلمة دو وحي تاه لابا أو إن ما يلا بقوله الله القرآن كه من قصنا أخير قصنا في السنة أي سبحانه مركا وحان للشيء ليجي حتى سنة كذا به سنة في مرة قلنا أن كذا لو قبل أن تبينه لكن سنة كذا ما حين إنه هالكين في السنة على ما أعلم سماها أنا قلت أصلا قدر سنة يا سنة كذا ما حين شعره كن إني نقارسينه إذا ك الله إنه أقبله كن إني نقارسي إنه ريكورد كائن حدنا 1000 إنه حدنا إله إنه وما ذلك على الله بعزيز أن تأيده أنت أصلا قدر لها وايو وحن دريمية شجرة القرآن قد نمت وترعرعت وتعمقت جذورها وثبت أصلها وآتت وثبت أصلها وارتفعت فروعها وآتت بأديب ثمارها قلت كي قرآنك وبحي سيوان أكسن وبحي حيث يقول كي قلين شريد دوية أدكاتي لاميهنا كربي أكعين مدوان أكسن ويكين كوا عاوة دار كيسان باكميدا مركا يدا إنتا سان كورن لها وحا أن كدري لها أكثر رنتي هل كان دعوين بدنبا لقد دعيه الرئي دعينا ولا يدي للدعاء أنا قبل يجيبون الله قرنا لكن سومالي عربي واسلح لقينا واحد على الشيخين اللي يجيبه الرئيسي شيخ عبد الحكيم شيخ عبد الحكيم وقول في قال بعض إن أن ير السجنة إذا يرى شرحه مرة دي رشة على سفلي لا شرح ما بحنا دي رشة على سفلي لا شرح ما بحنا لكن أنا هي عبد الحكيم وما هي علاقة أنا قد حيس كلية القرآن ما نكسر وضع بحنا وقت الدعاني مكدوين لما يجي يوم يريرين كل بلا كي ملا ويجيري لكن السنة دي يسقول كام عدا ويجير السري أنا يقول حاجة ضمان كيم وسا واحد عدا قصة عجيبة مركي الله يقبلي لما تن عشاء كهر سنة سيمستر ك ندام كام عدا يدنا وحوا هدي أنا لما تك عشوا كم جيلي كري كم جيلي كرتيد سنة بات سويسة سنة بات ملاها سون ملا رشوع بلا يلعب على قمرنا هي أنا تحسن دي دنا مرقساني ميوان قليا سالي هذا بكلية القرآن وعلاقة وحبال الله حفتيه اسكده مرقساني ميت تاسان قليا هذا واضع دونتا مرقساني ميوان كل قاضية مرقساني إلى أهدين اللهم صل على محمد حتى لقر سنفور يدو كريم ودو انت انتحانك ورسال الله اعتماده تلك اللي ما نكبو عيني ورقد تعهد ليلا يلا يقرأ ورقد ما نكدو وحن صوتها كلية القرآن شيخ غراءات كورتك عليك ليه المبينة أمرون أنا أقول صويا بالبلاغي شاطر جدا سايكون قرر صورة في فهم وذبا كاسيني سني عدل عليهنا وترى العيال وارتفع شو كان أنا أي كاسيني سني رسم جينا رسم جوا هف قرا قري مركز شو كان أنا قال أنتي مركو إيد دقي إيه أنا كيف فهمي أنا امتحان كي قالي أفريتو من بدوها كوميتو من بني امتياز كمان مركز صاحبتي إنه أنا قمر دحيسه
وركاين تانا إذا قش عبد الرشيد بعده تقناني شو عبد الرشيد وين وضع نقانا عبد حكينا عاو الريكورد كا سومال لهم كدرة ذي آد وكدرة أنت سوارتها وركاين أنت أكيد قد بدو عادي بام بلاغية ده سومالي عربي ونستحق دقيناي ما عربي ده نورسي مش سومالي عربي ده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا واهدنا به سبل السلام وأخرجنا به من الظلمات إلى النور واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم ارفع لنا به الدرجات وأنقذنا به من الدركات وكفر عنا به السيئات واغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم أكرمنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الإسلام اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم نور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بالإحسان ونور قلوبنا يا رب العالمين بكتابك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وصلنا ولا تقطعنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الصحة والعافية اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والرياء والسمعة ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. عسى ربنا أن يهدينا سواء السبيل. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا أخيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واختر لنا ما هو خير لنا في ديننا ودنيانا. اللهم احفظ بلادنا من جميع الآفات والشرور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة وفي أرض فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم قوي شوكتهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أطعم جائعهم وأسقي ظمآنهم، اللهم عجل لهم النصر والفتح المبين. ربنا 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 أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. ودمر اللهم اليهود ومن يساندهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم سوط عذابه، اللهم فصب عليهم سوط عذابه، اللهم أرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، وعجل لهم العقوبة والهزيمة معا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا والدا إلا رحمته وغفرت له، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بيسر منك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يوي بدن سد عاد انا وان يرا دار وان دي وان وان كو غوسنيا marka inta kale sheekh abd hakeem baan u deeliya in yar soomaaliyan raacinaya farnimaha layna soo fartay inu ka bilaabayna ay kala duwan walaalkeen xamsa u tiri ee dad xanuusan yalaha ee dad intay laha dad inoo khidmeeyay laha dad waxa weeye imtixaan galaya oo ardaydeenu imtixaan galaysa ay idii form 4 laha dad xanuunsanaya laha dad deyn ku jira dad ubadku ka skeelaysan yihiin dad ubadka qaar xiran oo dulmi ku xiran waa arrimo kale waa muraado kala duwan oo layno soo sheegay muraadada walaalaheen fariimaha ay soo farteen ilaahu mid walba oo kamida muraadkiisa oo macsi lahayn mid ka sii amiin.
أنت حنوصني سحنونك إله وكدلقاء أنت بساردي ثم بسارد إله وكدلقاء أنت ضبن ضبت إله وكدلقاء أنت ضلني يراه يقول حلال أباهن إله وقول حلال إله وسي إله الزينة النجاح حجاب إله الزينة النجاح حجاب إله أرساق النو وض بركه إله أنت بساردك عبنا سأرساق بركه سن إله نوض سي إله دلك النو وناجي ودتك النو وناجي ودنيا النو وناجي ودين النو وناجي إلهي وبرنامجك أن يسوني من عاو إيه بركتي سوتها إيه خير كي سوتها إيه أن تاريخ عالمك أنتو كسومري أي تهي بقول كيبا ون أي كان نقول سجالي السجاشن أنا وريك في العالمك إيه إلهي كوان نقول دري إلهي وحنا كبري نكو عمل كو ده الله قبل الله ونقدي كو لون حريستني إلهو نقدي كو لودن بيدافن إلهو نقدي كو نارها لقى حريين إلهو نقدي إلهو وحنا كبرينا عفمت بان كو يديسن إلهو عفمت بان كو يديسن عفمت دين تدي أدوية أفعى إلهو علم نافع عن كو يديسن إلهو أرساق حلال عن كو يديسن إلهو مستقبل كو أوبتك إلهو أوبتك نووناج إلهو مستقبل كو أوبتك أوبتك إلهو نووناج إلهو دليرت نووناج هبليئين ما بي إلهو نووناج إلهو أضياش نووناج إلهو هوينك نووناج إلهو دمرك هوين يكوي رب إلهو نووناج الله يو نو دوناج الله يو نو دوناج دل دد دين دنيا انت انت الهو نو وناج دد كفري ما حنا سافرتي اقار كود الى انت رو حبدي دي مو تابن وانو تابن وا عام كاسي سوغني الهو تا او اقبل ودوني ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار انو حن كسو غب غبيه انت بدن دي انت كو دعيا وا انت اما دوبن اما انت مرمر كان دي سو هور فريستو لكن علماء ده أقول باهي بدن دعاءه صف كان هل كان فني سيشخ اسمعي سوي نومد الله للدعاء صف كا علماء ده أي علماء ده كلام فني ده علماء ده إننا أرتو دعائي سجارة نوجو دعائي أنت إذا هرف فني ده إن قف ولو أننا جن نجمي ده مراد كي صون معصيلة هاي إلى هاي ميدا تكسي آمين نوردها أنت وين تكسي هريدنا يا آمين نوردها قرادي نوان ترى سنة حمسة أو ينوح لدينا يي إن ماذا صحافة أو أن لله بكرين أدر شر كنا آد في صحافة دو في دسا خير كنا وين في دسا كوا خير كفدي الله إذا كرديكو أسوه الجمة كوا سنين ذيك السجيان إن هذا كوا خير شر كوا ذن خير كوا شيكتان الله إذا بركة يو وصلى الله على نبينا محمد.